على سيرة نيكول سابا، كمان كانت ضيفتي بأولى حلقات برنامج كتاب الشهرة. خلينا أنا وياك نحضر هالفيديو ومنتابع. اليوم نيكول سابا، بكلمة واحدة، نيكول سابا النجمة اللبنانية الأولى بمصر. خلينا أقول إيه، بكل ثقة وعن تجارب. عن تجارب، إذا بدك نفتح هلأ السيفي تبعي نشوف أنا شو عاملة، والأسامي النجوم من كتاب لمطربين لممثلين لمخرجين، شو إذا بفرجيك بس السيفي تبعي، مش أنا رح أقول، خلي الناس ساعتها تقول ونعمل مقارنات. عمل جدل هيدا الجواب. عمل جدل. إيه؟ صديقتك ومرت خيك الممثلة والنجمة اللي بحبها كتير نيكول سابا قالت إنها هي النجمة اللبنانية الأولى بمصر، وقالت اسألوا الناس. أنا اليوم بدي أسأل ورد الخال، بتأيديها؟ إيه بأيدها أكيد. نيكول سابا اللبنانية الأولى بمصر. اللبنانية الأولى بمصر، إيه. عم نحكي واقع، مش عم بحكي أنا لأنه هي مصرية. بس اليوم عندك هيفا مثلاً دخلت بالتمثيل، عندك سيرين عبد النور كمان. هي شفت جوابها شو قالت لك؟ قالت لك شوف السيفي تبعي، شوف شو عاملة بمصر أعمال، ما بفتكر حدا عامل قد هالأعمال. عرفت كيف؟ يعني هي جوابها كان كتير واضح. نقطة انتهى. أنا وقت رحت على مصر صراحة يعني كنت مع نيكول، يعني كنا بأحد المحلات نروح نتنقل من محل لمحل، ما فيني أقول لك نيكول شو هي بمصر، يعني الحكي مش مثل بالشوبي، أنا ما كنت مفكرة هيك. ما فيها تمشي على ما فيها تمشي على الطريق، فعلا ما فيها تمشي على الطريق. ورد مكفين بكتاب الشهرة الخاص فيكي وهالرحلة الحلوة يلي عم نمشيها سوا من أول مولدتي لليوم، ولكن رح نطلع مشاهدينا فاصل إعلاني قصير ومنتابع. كافيين معكم مشاهدينا كتاب الشهرة الخاص بالنجمة ورد الخال. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة ورد. مرسي علي. مرسي. من بعد صفحة ورد الخال ومصر، خلينا ننتقل لصفحة جديدة. عام 2008، مسلسل الطائر المكسور، والدتك شاعرة مها بيرقدار قالت بشارة هالعمل يلي كانت من كتابتها: نصف عقلي صاحن ونصف جسدي ميت، نصف حلمي حلم ونصف حياتي ذكرى. بالبونت العريض، أعطيني قرار أصم ورد الخال نصين. موقف أصمني نصين، يمكن وقت كان عمري شي 18 سنة، وقت اللي كنت بدي أقرر أنه روح على إيطاليا أدرس أو أبقى بلبنان. حطيت بهيك شي موقف أصمني. عشتي صراع قوي. إيه. والآراء، لأنه أنا ما بقدر أعيش بعيدة عن عائلتي عن أهلي، أيام حرب وخالي برا، هو مرته تليانية، وقالوا لنا مها نحن بناخد ورد لحتى تكفي درس، لأنه ما في جامعات ما في شيء بهالوقت، يعني الحرب قايمة قاعدة. أنت شو درستي بالجامعة رجعتي ورد؟ أنا درست آخر شيء. لكم اختصاص؟ أربعة. أربعة اختصاص؟ أربعة تنقلت بيناتهم. أولهم؟ آخر شيء تخرجت Advertising and Marketing من جامعة الـ NGU. أول اختصاص شو فدي؟ جربت أعمل، أول شيء درست ألماني شوي، كنت بدي أعمل ترجمة. ترجمة يعني. لغات. ترجمة لغات، رجعت درست أدب فرنسي. رجعت درست سنة كمان أدب فرنسي، أدب سوري كمان ترجمة. ضيعت يعني 3 سنين من حياتي قبل ما أقرر شو بدي أعمل. والتمثيل موهبة. والتمثيل موهبة بالآخر. بأي مرحلة بحياتك ورد صرتي مثل الطائر المكسور؟ يمكن هلأ كلنا طيور مكسورة بفتكر. هلأ هذا الزمن عم يكسر كتير، عم يكسرنا. منخلي الصفحة محلها هون أو مننقلها للأول أو للآخر؟ طائر المكسور هو يمكن من الأعمال الأعز على قلبي. للأسف وقت اللي انعرض كان فيه وقتها انتخابات، وكانوا يطلعوا كل شوي يحطوا. انظلم انت شو؟ انظلم عرضه، فلما عادوا عرضه بالسنين اللي بعدها أخذ كتير هيك فيدباك حلو، ما بيعرفوه الناس، في ناس مش سامعين فيه، فلهيك
خصو أنا للطائر المكسور بمحل بحسه ما بيشبه ولا عمل عملته، بس يمكن قليل اللي فهموه، وللأسف بعد في ناس يمكن إذا بتعرضوا هلأ ما بيعرفوه، فإن شاء الله يضل ينعرض لأنه من أحلى الأعمال.